السلام عليكم، أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة. والبداية بالعناوين. البرهان يقرر تجديد وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان، والجيش يعين ناطق رسميا باسمه. فولكر يطلب من السيادة مهلة 4 أسابيع لعرض مبادرته بشكل نهائي. تجمع شباب الشرق يبلغ غرفة الباصات السفرية بإغلاق طريق الشرق. أهلا بكم إلى التفاصيل. قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تجديد وقف إطلاق النار على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات، وجاء في نص القرار الذي نشر على الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على فيسبوك أن هذا القرار يأتي لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد واستشرافا لعهد جديد يسوده السلام والطمأنينة والأمن. وحسب بيان المجلس، وجه الفريق البرهان للجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ. كشفت وكالة السودان للأنباء عن تسمية العقيد نبيل عبد الله ناطقا رسميا للقوات المسلحة، وحث المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله الجهات الإعلامية بتحري الدقة والمصداقية والشفافية ونقل الأخبار بجميع جوانبها لتوضيح الصورة الحقيقية. وقال إن التحتيم على بعض الجوانب الإعلامية يعمل على الفوضى، منبها إلى عكس الصورة الكاملة للأحداث. أكدت مصادر رسمية أن رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بريتس طلب من المجلس السيادي مهلة 4 أسابيع لإكمال المشاورات وتجهيز مبادرته بصورتها النهائية. وأكد المصادر بحسب صحيفة اليوم التالي موافقة المجلس السيادي على طلب فولكر ومنحه مهلة 4 أسابيع التي طلبها تقديرا لدور الأمم المتحدة وأصدقاء السودان ومساعيهم لحل الأزمة السودانية. وأكد المصدر أن مبادرة فولكر لها سقف زمني وليست مفتوحة. سلم تجمع شباب شرق السودان للإصلاح والتنمية غرفة الباصات السفرية خطابا يختص بالترتيبات لإغلاق طريق الشرق مجددا، واختار التجمع الغرف بأن التصعيد الشبابي ضد انقطاع التيار وتدني الخدمات بولاية البحر الأحمر. وأعلن التجمع عن إغلاق وتتريس كامل الولاية حتى يتم حل مشكلة توقف الإمداد الكهربائي لأكثر من شهر في مدينة بورسودان. شدد حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل على ضرورة استكمال السلام ومراجعة ما تم التوصل إليه في اتفاقية جوبا. وأوضح الحزب في بيان أن مطالبته بمراجعة اتفاقية جوبا تأتي وفقا للملاحظات المختلفة والتي أعلن الحزب منذ توقيعه الاتفاقية، مشيرا إلى أنه لا حل إلا بوضع دستوري جديد يمهد لسلطة مدنية تنأى فيها المؤسسة العسكرية عن الحكم ومن خلال عملية انتقالية قصيرة لا تتجاوز العام. قلل المجلس الثوري السوداني من مبادرة المبعوث الأممي فولكر لإيجاد حل للأزمة السودانية، ملمحا إلى أنها تمثل تدخلا أجنبيا سافرا في الشأن السوداني. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الثوري نصر الدين إلياس إن المبادرة تعتبر جس نبض للشعب والقوى السياسية وللجو السياسي العام حول التدخل الأجنبي السافر في الشأن الداخلي، وبالطبع يفضي إلى فوضى وحرب أهلية. وزاد العوض أن الشعب السوداني واعي ويفطن لدور المنظمات الدولية السالب، واصفا المبادرة بأنها ماتت في مهدها. قال رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برما ناصر إن تكوين حكومة تصريف أعمال فرضتها الظروف الراهنة. وذكر برما بحسب صحيفة الانتباه أن تشكيل حكومة في ظل حوار بين المكونات السياسية ليس بالشيء المثالي، مضيفا تكوين حكومة في هذا التوقيت ليس شيئا مثاليا لكن الضرورة فرضت ذلك. وكشف برما عن استمرار الحوار بين الأحزاب السياسية للوصول لرؤية توافقية تخرج البلاد من الوضع الذي تعيشه. طلب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل بإلغاء مجلس السيادة وفصل سلطات الانتقال بين المدنيين والعسكريين. وشن مبارك هجوما لاذعا على رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر، وقال أنه غير ملم بالتاريخ السياسي للسودان ولن يستطيع حل الأزمة. وحمل مبارك الحرية والتغيير مسؤولية التدخل وانغماس الجيش في السلطة خلال 3 سنوات الماضية وأنها لن تقوى على إدارة الفترة الانتقالية. إلى ذلك طلب مبارك الفاضل الجيش بدعوة القوى السياسية ذات الوزن إلى الحوار وإلغاء حالة الطوارئ ووقف سفك الدماء ومواجهة المواكب بالعنف. وذكر أن لديه معلومات تفيد بأن الجيش وجه الاتحاد الأفريقي بالتواصل مع وكلاء الجامعات بشأن حل التوافق وحل الأزمة، ودعا الشباب بالالتزام بالسلمية وعدم تتريس الشوارع وتنظيم المواكب في عطلة نهاية الأسبوع
لعدم تضرر الاقتصاد ومعاش الناس. إلى ذلك دعا مبارك الفاضل إلى إلقاء المادة الثانية من الوثيقة الدستورية والعودة إلى دستور العام 2005، وقال الفاضل إنه من غير المعقول أن تعيش البلاد فراغا دستوريا في ظل الاحتغان السياسي، مضيفا أن دستور العام 2005 شارك في صياغته كل القوى السياسية. أكدت لجنة أمن ولاية الخرطوم استمرار حركة المرور اليوم كالمعتاد وفتح جميع الكباري النيلية أمام حركة المرور مع التأمين على استمرار خدمات الإنترنت، وأكدت اللجنة على حرية التعبير مع الالتزام بالسلمية، كما سيتم رصد أي مخالفات أثناء المواكب خاصة التفلتات التي تقع عقب انتهاء المواكب، واحتبار الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها مخالفة قانونية يحاسب مرتكبيها. شهد والي ولاية كسل المكلف خوجة لحمد وأعضاء لجنة الأمن بالولاية وبحضور ناظر عموم قبائل الهدندوة الناظر تريك وعدد من القيادات المجتمعية والدينية جلسة الصلح بين قبيلتي السمر ندواب والبرقوس رحاب. وعبر الوالي المكلف عن تقديره لأولياء الدم والتعالي عن الصغائر وإظهار شيمة العفو العام، وقال إن التنوع الإثني في منطقة شمال الدلتا يعتبر مصدر قوة. وأكد الوالي سعيه للعمل على خدمة المنطقة والوقوف مع أهلها خاصة في جانب تقديم الخدمات وجعلها منطقة جاذبة وتذليل كافة الصعاب بها. رحب والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن بالمبادرة المجتمعية التي أطلقها السلطان أحمد علي دينار لنبذ الكراهية والعنف والمساهمة في دعم الاستقرار ورتغ النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع في إغليب دارفور. وقال نمير في تصريحات صحفية إن حكومته ترحب بكافة المبادرات المجتمعية والتي من شأنها تحقيق السلام الاجتماعي المنشود، مؤكدا أن حكومته تعمل بكل جد حتى يكون السلام الاجتماعي واقعا معاشا بين الناس، مشيرا إلى أن زيارة السلطان إلى الفاشر جاءت في وقتها المناسب تماما، ودعا الجميع إلى ضرورة الوصول إلى مرحلة صفرية من الكراهية ونبذ العنف والعنصرية. قال وزير الثقافة والإعلام المكلف جراهام عبد القادر إن اجتماع اليوم انعقد من أجل تنوير الحضور بالقرارات الأخيرة وعلى رأسها ميزانية العام الجديد 2022. وأضاف عبد القادر أن دور كبير يقع على عاتق وزارة الإعلام بتوضيح الحقائق للمواطنين وخاصة بما يخص موازنة العام الحالي، مؤكدا أن الوزارة تعد الملتقى الثقافي لأهل السودان ولا بد من تمليك المواطنين المعلومات الصادقة. كشفت صحيفة الحراك السياسي الصادر اليوم الاثنين عن قرار بعض شركات الطيران المحلية التوقف عن تسيير الرحلات الداخلية، ونقلت الصحيفة عن مسؤول بغرفة النقل الجوي أن الخطوة تأتي استجابة لمطالب وزارتي المالية والطاقة لمطالب الشركات بشأن إلغاء عمليات بيع الوقود بالنقد الأجنبي بجانب خفض الرسوم المفروضة على القطاع بواسطة شركة المطارات القابضة، فضلا عن عجز الشركات عن مجارات السوق الموازي للحصول على الدولار بواقع 500 جنيه للدولار الواحد. وحمل المسؤول وزارتي المالية والطاقة مسؤولية إيقاف تسيير الرحلات الداخلية. التقى وزير الخارجية المكلف علي الصادق بمكتبه اليوم زينب علي كوتو السكرتير التنفيذي لمنظمة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية سيسا، وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تلعب المنظمة إلى جانب جهود الوساطة إلى أن يطلع بها الاتحاد الأفريقي دورا حيويا في استقرار الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية في السودان. من جانبها أكدت زينب أن الهدف من الزيارة هو التضامن والوقوف مع السودان من أجل تجاوز التحديات السياسية التي تواجه، معربة عن تفهمها لما يجري في البلاد الآن. شدد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي على أن هناك ضرورة للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن أزمة سد النهضة وتحقيق التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا. وقال عبد العاطي في لقاء تلفزيوني إن مصر تعتمد في مواردها المائية على 97% من نهر النيل، وهناك 200,000 أسرة مهددة بعدم حصولها على المياه حال كان هنالك نقص بمليار متر مكعب من الماء. توجهت أرتال عسكرية بكامل عتادها إلى العاصمة الليبية طرابلس قادمة من مدينة مصراتة. وقال شهود عيان بحسب سكاي نيوز عربية إنه تم رصد دخول دبابات وآليات عسكرية ثقيلة انطلقت من مصراتة ومرت على مدينة الخمس ومن ثم طرابلس، وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لسيارات نقل تقل دبابات ومدافع وحاويات بها أسلحة وذخائر.
نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. البرهان يقرر تجديد وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان، والجيش يعين ناطق رسميا باسمه. فولكر يطلب من السياد مهلة 4 أسابيع لعرض مبادرته بشكل نهائي. تجمع شباب الشرق يبلغ غرفة الباصات السفرية بإغلاق طريق الشرق. شكراً لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.